السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي. اليوم نعطيكم واحد الفائده، واحد الطباخيره فيها 18 طباخيره تطل اي حاجه في المنزل، فيها السنبل الحر، فيها تاره، فيها الخزامه، فيها حجر الفك، فيها عود الصليب، فيها المعسيله، فيها الفاصوخ الابيض، فيها صلبان، فيها الكرويه العمياء، فيها الجوي احمر، الجوي اسود، الجوي ابيض، ام الناس، فاصوخ الوسطي، عود النبل مسخسخ، ليطرون، سردينه، كندر، المستكر. ثم إذا ذكرنا هذه المسائل غنزيدو عليهم الشبه، ونزيدو عليهم الحرمل، ونزيدو عليهم الفيجل، ونزيدو عليهم الفاصوخ. ولكن كما ذكرنا في الفيديو السابق، هاد الطباخيره خاصها ما تفوتش العصر، لان يعني فيها الجويات وفيها مسائل خاصها تتبخر اما وراء الفجر او قبل العصر او ما توقيت العصر. هاد الطباخيره هذه في واحد السر عظيم، والله شاهد علي لما اقول، خلى لي الشيخ ديالي وكانوا المشايخ تيعملوا بها، لان طعام الجن هو البخور. كاين عمار، كاين جن مؤمن، كاين جنود الله، كاين بزاف ديال المسائل. لان مثلا طهر واحد البيت من 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 الطاقه السلبيه، ومن العين، ومن العسد، ومن السحر المرشوش، ومن من ومن من الخبائث. لان الجن تولي في ذاك المنزل، تولي